يا شيخ أنا رقدت قبل السحور ساعة. أي. من كثر التعب رقدت على أساس إني أقوم وأتسحر وأصلي. ضبطت المنبه ودق ثلاث وشي. أنا ما انتبهت حق المنبه من كثر التعب كنت راقدة. عقب قمت شفت الساعة ما انتبهت على الساعة. سحرت وكلت وخلصت تميت أتريا الأذان أتريا عشان أصلي ما انتبهت على الوقت. عقب شفت الساعة خمس فهل يعتبر إني فاطرة؟ ولا لا صومك صحيح ما دام انا ما كنت منتبهه على الساعه بعد ما اتسحرت وخلصت شفت الساعه 5 انت لما اكلت يا ام عبد الله كنت تاكلين وانت متيقنه متاكده انك لا تزالين في الليل لم يؤذن الفجر ما كان عندك شك اي ما دام كذا فليس عليك شيء وصوم